للعلم قبل أن نبدأ الإخوة ستكون الأخوة الأحباب جميعا الكتاب يفهموا أنه أنا سأجفف المنابع وسأرمي في وجهكم جيش من الفقهاء. احنا في حركة حماس يعني جلسنا مع كل القوى وقوى المجتمع المدني ومع الشعب ومستعدين نجلس مع الناس في الشوارع ونشهدهم على هذا الواقع المرير، لكن ليس هذا معنى العجز ولا الاستسلام ولا الضعف ولا الاستهانة بأوراق القوة التي يملكها الشعب الفلسطيني. نحن شعب له أوراق قوة كبيرة جدا وتجارب كبيرة جدا، وإحنا 100 سنة مرت على الاحتلال وعلى محاولات الضغوط من 1917 من بعد بلفور وحتى اليوم، ونحن نعاني ونصمد ونثبت للداني والقاصي أنه مضى حق وراءه مطالب وأنه جيل بعد جيل ينتفض. إحنا لن نستسلم لمثل هذه يعني هذا الجمود. الانتفاضة في الضفة الغربية سندعم كل من يدعمها وسنقف في يعني ظهرها، ولن يعني نألو جهدا لدعم الانتفاضة في الضفة الغربية علنا. العدو الصهيوني إذا فكر أن يعتدي علينا سنلقنه درسا لا يعود بعده للعدوان على غزة. نحن لسنا ضعفاء، والمقاومة بخير والأمن بخير، وكل محاولات العدو حتى المحاولة الأخيرة التي حاول أن يعتدي فيها ونجح الاعتداء على الأخ مازن فقهة رحمة الله عليه، يعني تم كشف الكثير من أوراقها وسيكون هناك ما يثلج صدر الشعب الفلسطيني. العدو الصهيوني لن يفلح ولن ينجح أبدا في كسر إرادتنا. سنطرق باب جامعة الدول العربية، سنطرق باب مصر، سنضع كل العرب في مسؤولياتهم أمام هذا الاستهتار بالحق الفلسطيني الذي يمارس، والسياسة الفاشلة والفشل المتتالي الذي يمارس تحت حجج واهية. ولا يعقل أن الشعب الفلسطيني يكون رهينة لشخص هنا أو هناك يعني يجرب. لسنا حقل تجريب لأي شخص كان. القضية الفلسطينية أقوى من كل الأشخاص. الكثير من الناس الذين حاولوا أن يلعبوا بالقضية نسيهم التاريخ، ماتوا وأصبحوا في عداد المجهولين، بينما لم يبقى في تاريخنا إلا سيرة الشهداء والأبطال والوطنيين والأسرى، هذه هي التي تبقى في تاريخنا. ولذلك هذه مرحلة لا ترعبنا ولا تهز من كياننا كشعب ولا تفت في عضدنا، ولن نتراجع على الإطلاق. سنمضي وسنطرق كل الأبواب. انتظر هذه الأيام، إذا إخواننا في حركة فتح وإحنا بندعوهم هنا من هنا، كل إخواننا في حركة فتح، كل الشرفاء، كل الذين تذمروا من قطع الرواتب، كل المتخوفين الآن مما يجري سياسيا ولم يطلعوا عليه، أن نضع أيدينا في أيدي بعض، في يد كل الفصائل والقوى الفلسطينية، في يد كل المخلصين من أمتنا، وأن نواصل الصمود في وجه هذه الهجمة السياسية الجديدة. ترامب لن يقدم شيء وهو مشغول في قضايا أكبر في المنطقة، وهو مشغول وسيظل مشغولا على القضية الفلسطينية. والعدو الصهيوني حتى نتنياهو لا يقبل بأي حلول تربط بين الضفة وغزة. فقط الاستسلام لمشروع وكانت